كم من معاني ساقها المولى لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشروعنا اليوم وعملنا اليوم يمكن البعض يسويه ما شاء الله كثير كثير من أيام السنة يفعله، لكن قد يتغافل عنه في مثل هذه الأيام. مشروع كبير وأجر عظيم، ويمكن ما يأخذ منك أقل من ساعة، لكن الأجر جبلين من الحسنات. شنو هذا العمل اللي فيه جبلين عظيمين من الحسنات؟ أظنكم عرفتوه، الصلاة على الميت، صلاة الجنازة. من صلى على ميت كتب الله له من الأجر قيراط، ومن تبع جنازة حتى تدفن أيضا كتب الله له من الأجر قيراط. يعني قيراط، قيل ما القيراط؟ قال الجبل، جبل من الحسنات فقط بالصلاة على الميت. طيب لو كملت ورحت دفنته، جبل ثاني. طيب لو رحت إلى المقبرة ووجدت جنازتين مو جنازة واحدة وصليت عليهما، هل يكتب لي جبل واحد ولا جبلين؟ كما قال الشيخ بن باز رحمه الله، جبلين. بعض المرات تصير 6-7 جنازات، 6-7 جبال، وضاعفهم إذا شهدت دفنهم. الأجر عظيم يا أخوان، ما هو سهل. ويا ليت تعود أولادك الكبار يروحون معاك، قول لهم اليوم راح نصلي الجنازة، إذا فاتتك اليوم غد، لأن على ما تأتي الرسالة القادمة 24 ساعة لابد أن تكون هناك فترة لصلاة الجنازة. بعض البلاد عندهم الأمر ميسر، يمكن 10 دقائق يروح يصلي بالمسجد الفلاني يصلي جنازة. طيب ما الذي يمنعك؟ ما الذي يزعجك؟ أجر عظيم عند الله سبحانه. تعرف أنت بحاجة لمن يصلي عليك إذا مت؟ تعرف كم أنت بحاجة إلى دعاة أو دعاء الداعين ودعاء الصالحين الموحدين؟ كم أنت بحاجة لهذا؟ طيب من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. إذا أنت الآن كنت في حاجة هذا الميت، الله سيسخر لك من يصلي ويدعو لك إذا مت. الأجر لك، لكن سيعود لك أيضا إذا مت. من تعود على صلاة الجنازة لا يستطيع أن يفارقها. ابن عمر كان يصلي الجنازة ويرجع، ما يكمل حتى الدفن، ينشغل بأشياء أخرى. فسمع حديثا أن من مشى مع الجنازة حتى تدفن له قيراط ثاني، ما كان يعلم عنه ابن عمر وهو المتبع للسنة رضي الله عنه. فأرسل أحدهم يسأل عائشة عن الخبر، فصدقت الخبر، قالت نعم صحيح، هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بيد ابن عمر حصيات رماها وهو مغضب ويقول كم فرطنا في قراريط، فرطنا بجبال من الحسنات، راحت علينا. اي والله راحت. بعض الناس تلقاه من كثرة الصلاة على الجنازة في الحرم أحيانا يصلون جنازة وجالس، ايش فيك؟ مليت؟ تعبت من الحسنات كثيرة لدرجة أنك استرخصتها؟ أنت محتاج إلى حسنة يوم القيامة قد ترجح بميزانك. نصيحة اليوم، إذا في وقت، إذا ما في وقت غدا قبل الرسالة القادمة، مو بس تروح أنت، خذ عيالك الكبار البالغين ودهم وياك، خلهم يتعودون، خلهم يستشعرون شنو معنى الصلاة على الميت. أنت إذا قدرت اليوم اجعل لك كل يوم وترك، كل أسبوع، كل بضعة أيام تذهب إلى مقبرة فتصلي على ميت، فلك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. يعني ثقلان الميزان عيشة راضية عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الصلاة على الأموات، حتى لما مات ابن أبي بن سلول رأس النفاق، عمر يقول شلون تصلي عليه؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ظاهر الإسلام، إحنا ما ندري عن أمر إلى الله، منافق، لكن صلى عليه. فنهاه الله جل وعلا من حرص النبي على الصلاة، نهاه أن لا يصلي على المنافقين. صلى النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي صلاة غائب، وقيل له أن امرأة تخم المسجد ماتت بالليل ودفناها، قال إيش ما قلتوا لي؟ هل لا أذنتموني؟ قالوا كرهنا أن نوقظك، فذهب إلى قبرها وصلى عليه. كان يحرص على الصلاة على الأموات، حق المسلم على المسلم، إياك أن تضيعه
فكر من اليوم أن تزور المقابر وتصلي على الأموات وتحصل على الحسنات. بارك الله لي ولكم في هذه الأعمال الصالحة وتقبلها مني ومنكم. نلقاكم إن شاء الله بحلقة أخرى. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمحبة وفي الإله تآخي وتذكروا فالخل يهجر خله إلا التقاة فهم من الأبرار.